مجددا، تعلن المملكة العربية السعودية الاستمرار في معارك الدفاع عن اليمن أمام المد الإيراني عبر ميليشيات الحوثيين الإنقلابية والسلالية. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الجامعة العربية استمرار السعودية بالتصدي لإيران الداعم الرئيسي لميليشيات الحوثيين حتى إعادة الشرعية اليمنية. الجبير أكد أن الحوثيين لن يجنحوا للسلم أبدا، مضيفا بأن الحوثيين لم ولن يستجيبوا لأي جهود للوصول إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216. الموقف السعودي الثابت يأتي بعد أيام قليلة من رفض الحوثيين الذهاب إلى مشاورات جنيف الأسبوع الماضي وتعطيلهم للعملية السياسية، كما يأتي في وقت استأنفت فيه قوات العمالقة عملياتها العسكرية في عمق مدينة الحديدة لتحرير المدينة والسيطرة على الميناء الأهم في البلاد، بما يؤدي إلى خلق واقع سياسي وعسكري جديد لصالح الشرعية. وبرأي مراقبين فإن السعودية تحاول أن توفر غطاء سياسيا ودبلوماسيا قويا لمعركة الحديدة تفاديا للضغوط الدولية التي أدت إلى إيقافها في يونيو الماضي بناء على دوافع إنسانية. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني ويمثلون خطرا داهما على الأمن العربي خاصة في منطقة البحر الأحمر، ويتعين الاستمرار في مجابهتهم والتصدي لهم في موقف عربي جديد مساند للشرعية والتحالف في اليمن.